خليني اقول لحضراتكم النهارده واحنا بنتابع التطورات والاخبار في خبر استوقفنا، هو خبر ايجابي للغايه. طبعا حضراتكم عارفين مشكله البطاله ومعدلات البطاله اللي زادت بشكل كبير جدا. الحكومه المصريه في كل تصريحاتها بتقول انها تسعى لحل هذه المساله. حضراتكم فاكرين القروض اللي بتقدم للشباب، هذه القروض دايما كانت بتسمى بالقروض الميسره لكن كان بيبقى عليها فوائد. النهارده كان في خبر ايجابي انا قريته، اللواء عادل لبيب وزير التنميه المحليه قال ان هيتم تقديم قروض للشباب دون اي فوائد، وانه جاري الان تجميع المشروعات الصغيره على مستوى كافه المحافظات لمحاوله دعمها ومسانده الشباب اللي متعثر في هذه المشروعات الصغيره. انا اعتقد ان ده خبر في غايه الاهميه وربما يفرح ناس كثيره جدا. اعتقد معانا على التليفون اللواء عادل لبيب وزير التنميه المحليه. مساء الخير يا سياده الوزير. النور يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يسلمك سيرت، الله يسلمك. انا شايفه النهارده ان ده خبر ايجابي جدا، عايزه اتاكد من حضرتك، هل حضرتك قلت انه سيتم منح الشباب قروض دون فوائد؟ هو في طبعا، هو في مشروعين مش مشروع واحد بالنسبه للقروض، في مشروع اللي هو بالنسبه للشباب وبالنسبه لاولادنا سواء المعدات العليا او المتوسطه، ده هيتم منحهم قروض صغيره ودي اللي هي قروض كثيفه العماله. وفي قروض تانية بتعالج مشكلة أخرى، هي مشكلة الفقر اللي موجودة حاليا دلوقتي، وإحنا عندنا شفنا الدولة دلوقتي ماشية في القرى الأكثر فقرا واخدة القرية شغالة فيها، لكن هناك لابد إن إحنا نعالج المشكلتين الأولية، مشكلة الفقر ومشكلة البطالة الاثنين مع بعضهم. تمام. فالفقر هنحط له قروض متناهية الصغر، دي بتبدأ من 1000 ل 5000 جنيه، ودي بتبقى مشروعات صغيرة لها نظام خاص، ودي طبعا هيتم تمويلها، الدوله هتقوم تمويلها، ودي هيتم تمويلها من كذا مصدر يعني. ودي الساده المحافظين دلوقتي بيدرسوها بيجمعوها دلوقتي على مستوى قروض هتبدا من 5000 يا فندم حد ادنى؟ لا ده بتبدا، دي الصغيره دي بتبدا من 1000 ل 5000 اسمها قروض من 1000 ل 5000 دي من 1000 ل 5000، دي على اساس ان هي في المراه المعيله، في بعض يعني في حاجات معينه، مشاريع معينه بتقوم على هذه النوعيه من القروض. ودي طبعا بتتم في الاماكن اللي هي الاماكن محتاجه جدا او متفشى فيها الفقر. بالتاكيد الصعيد، لان احنا عندنا اعلى نسبه فقر موجوده في محافظات الصعيد، سواء في الصعيد او بحر، الاثنين هيمشوا الاثنين مع بعضهم كلهم. دي يا فندم بدون فوائد قروض الفقر دي؟ دي في الغالب بتبقى هامه، دي بتبقى مسانده من الدوله بطريقه معينه ان هي قرض بدون فايده يعني. طب اسمح لنا بس يا فندم عشان المشاهدين اللي بيسمعوا حضرتك على الهواء النهارده، لان ده كلام ايجابي للغايه، ازاي الشاب او هذه الاسره الفقيره تستطيع الحصول على هذا القرض؟ هل معنى ذلك ان هي بتتقدم للمحافظه ببحث اجتماعي او باي اجراءات معينه؟ لا، ده المحافظه اللي بتقوم بيها من هي والنظام الاجتماعي ولها كان شكل جهاز معين تبدا حصر هي هذه العمليه تماما، ما فيش تقديم طلبات. المحافظه اللي هتحصر وهتحدد كل المحتاجين، وبقدر الامكان هنغطي اكبر كميه ممكنه من او ممكن تكاد نغطي المجموع ككل يعني ان شاء الله. تمام. ده اما القروض الصغيره اللي هي كثيفه العماله ديت، دي بيتم منحها للشباب، في طبعا في قروض متعثره، في مشاريع متعثره، دي المحافظات تقوم بحثها، ايضا هتقوم بمشروعات ثانيه جديده خالص بالنسبه للشباب، ودي بيتم دراستها حاليا من جانب المحافظات في مناطق صناعيه، في يعني هيبقوا مناطق حرفيه صناعيه، وده هيبقى تمويلها من خلال صندوق التنميه المحليه بوزاره التنميه المحليه. تمام. وده هيشترك فيها المجتمع المدني، الدوله، يعني ما فيها كذا جهه، في تمويل ذاتي، دي هيبقى فيها تمويلات كثيره جدا. ودي يمكن هتغطي اكبر كميه ايضا من نسبه البطاله الموجوده عندنا في المحافظات. وهي دلوقتي حاليا في لجان دلوقتي حاليا بتدرس هذه العمليه تدريس سريعا، والمحافظات ايضا شغاله بقى لها دلوقتي حوالي يمكن 15 يوم فيها، وحددت الاراضي اللي هتقام على هذه المشروعات. وهناك مش هتبقى مشروعات بس صناعيه فقط، لا ده هتبقى في مشروعات زراعيه ومشروعات صناعيه، في شركات صغيره هتقيمها الشباب. معلش يا معالي الوزير تحملني، في المشروعات في القروض الخاصه بالبطاله دي انتوا بداتوا بالفعل، يعني المحافظات بدات بالفعل تقدم مشروعات وتقدم قروض في هذه المساله؟ هو الصندوق الاجتماعي شغال فيها من فتره، لكن احنا هنخش بجانب الصندوق الاجتماعي، لان الصندوق الاجتماعي ما يقدرش يغطي كل الجوانب دي كلها. صحيح. هيبقى
فالدوله بقى قررت انها هتخش المره دي مع الصندوق الاجتماعي على اساس ان احنا نوسع القاعده جدا بشرط نشمل اكبر عدد من الشباب. لكن هناك بقى في ايه هي نوعيه المشروعات اللي هتتحط؟ في دلوقتي ان احنا ندرس فيه مشروعات كثيره، يعني البعض هيصور ان هيعمل مثلا منطقه صناعيه تبقى موجوده، منطقه صناعيه حرفيه. لكن مش هي دي بس، لا ده في مشاريع بيئيه موجوده. ممكن قوي في القرى كلها بتحط مشاريع لتدوير المخلفات الزراعيه. تمام. حول الاسمات. في مكان بيفرم المخلفات الزراعيه كلها بحول الاسمات. دي المكنه ممكن يشغلها خمس ست، وممكن نجيب كذا مكنه منها نحطها. عندنا مشروعات مثلا انت بالنسبه للمنتج الزراعي تكون شركات صغيره من الشباب ايضا على اساس ان هي اللي بتسوي المنتج الزراعي. ده هتوفر حاجات كتير جدا بالنسبه لي. اولا المنتج الزراعي الفلاح هيلاقي اللي هيبدا يسوق له المنتج، وفي نفس الوقت الاسعار مش هتزيد بقى، لان مفيش الفتره اللي هي يعني المرحله اللي هي من الانتاج لحد ما توصل المستهلك بتزيد نسبه الثمن الى ثلاث اربع اضعاف. فدي هيبقى لها كذا شق ايجابي. طيب يا فندم، حضرتك قلت لي في قروض الفقر المحافظات نفسها هي اللي بتعمل هذا المسح الجغرافي للقرى والمحافظات والاسر الاكثر احتياجا والاسر الفقيره، وبتبدا تقدم ليهم القرض على طول. في قروض البطاله بقى، هل بيتقدم برضك؟ لا، ولا حد هيتقدم برضك. هم اللي هيبحثوا كل المحافظه بتفحص هي التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعيه، يعني في لجان كل حاجه محصوره معروفه في المحافظات، فبتقدم هي على طول. وبعدين الكل بقى في وقت ما نبدا نشتغل بتقدم الكل الجميع يعني. طب معلش يا معالي الوزير، عشان دي اخبار ايجابيه جدا، عايزه برضو الناس اللي بتسمعنا في البيوت، هل جال حضرتك تقرير من عدد من المحافظات اللي تم فيها اتخاذ خطوات فعليه في هذه المساله؟ بيحصروا دلوقتي، كل عمليه حصر دلوقتي حاليا كلها. طب مع عمليه الحصر بتتم دلوقتي؟ ايوه. طب الى ان يتم انتهاء الحصر هنقدم القروض، يعني المدى الزمني ما بين الحصر وما بين تقديم القرض بشكل فعلي؟ لا، احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نسرع في عمليه الحصر ان شاء الله، يعني خلال فتره بسيطه ان شاء الله يكون تم الحصر ونبدا في الناحيه الايجابيه ان شاء الله بالنسبه لتفعيل المشروع ان شاء الله اللي الدوله متبنيه حاليا. أنا الحقيقة بشكرك على هذه الخطوة الإيجابية، كلام حضرتك النهاردة كلام يدعو للتفاؤل، واسمح لي إن احنا ندعيك على الهواء إنك تشرفنا في البرنامج عشان نشرح أكتر للشباب كيف تتحرك الحكومة لحل مشكلات الفقر والبطالة، وأعتقد إن ده أحد التحديات الرئيسية اللي بتواجه الحكومة في هذا التوقيت. شكرا للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.